شرط عليك الحمد لله شغل صح. فعلا انا من الاشخاص اللي بتضايقوا من الابداع لازم بنفسي حول كل النقاط الهامة المطروحة على الساحة اللبنانية، وطبعا يبقى دائما الهدف الأساسي المحافظة على لبنان وحدة و تحقيق الأهداف السامية التي يطمح إليها كل لبناني حر كريم عادل. وبهذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نثني على كلمة على تصريح دولة رئيس مجلس الوزراء الذي كان بالأمس، والذي تعرض إلى نقطتي الخوف والحيف. و بالنسبة لطرح شي فكرة المؤتمر الوطني باللقاء، لا شك أننا نحن اليوم كما قلت في مطلع الحديث نعالج هذا الموضوع وندرس ظروفه من كل الجوانب والأبعاد. قولنا بالنسبة لزيارتكم لسوريا قريبة، الزيارة حتى الآن لم تتحدد، لم يتحدد موعدها. Thank you.